أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. من موقع بوست: مدرسة في الصومال تعيد لليمنيين أحلامهم. ومن المشاهد نت: افتتاح أول معرض للفن التشكيلي في المدينة المحاصرة. صحيفة عربية تتحدث عن عصابات تريد عزل مدينة تعز عن العالم. ومن صحيفة البيان: امرأة مصرية تقرر الخلع بعد 40 يوما فقط من الزفاف. مرحبا بكم. تمر السنوات واليمنيون الذين هربوا من الحرب إلى بلدان أخرى ما زالوا هناك ولا يعرفون موعد العودة إلى وطنهم، وكثير منهم بدأ بالتأقلم في حياته الجديدة هناك حتى وإن كانت الصومال هي بلد اللجوء. ويعنون الموقع بوست: مدرسة تعيد أحلام اليمنيين إلى الحياة في الصومال. ويسرد الموقع قصص الأطفال اليمنيين هناك، فالطفل سود خليفة أو خليف ذو 16 سنة والذي هرب من الحرب قبل عامين ما زال يحلم أن يصبح طبيبا وأن يلتحق بكلية الطب في أي مكان، ويقول: أرغب في تحقيق حلمي من الصومال، لقد تخليت عن الحياة في اليمن لكنني أشكر الله أن كل شيء يسير على ما يرام الآن، أنا محظوظ لحصولي على التعليم مثل الآخرين. يتابع الموقع: خليف واحد من بين 5800 لاجئ يمني يحاولون بدء حياة جديدة في الصومال، وهي مقارنة مثيرة أو مفارقة مثيرة للسخرية نظرا لكون آلاف الصوماليين قد فروا إلى اليمن هربا من العنف الدائر في بلادهم. تقول إحدى الأمهات في مخيم اللاجئين اليمنيين: أشعر بسعادة كبيرة عندما أرى أطفالي يذهبون إلى المدرسة، أعرف بأنه سيكون لديهم مستقبل مشرق، وهذا يسعدني ويزيل شعوري بالإجهاد، وأشعر بأن أحلامي لا تزال حية. إلى صحيفة الأيام في عدن، والتي عنونت: أهالي ردفان يناشدون الإفراج عن أبنائهم الضباط بالسعودية. وقالت الصحيفة أن أهالي ردفان ناشدوا التحالف الذي تقوده السعودية بالإفراج عن أبنائهم الضباط المحتجزين بالسعودية، وعددهم 47 ضابطا بعد رفضهم المشاركة في مواجهات حدودية مع اليمن. وأفاد الأهالي للأيام أن أبنائهم المحتجزين سيضربون عن الطعام هذا الأسبوع إذا لم يفرج عنهم ويسمح لهم بالعودة إلى عدن حسب ما أفادوا به، وملوحين بالتصعيد والاعتصام أمام مقر التحالف بالعاصمة عدن. وطالب الأهالي منظمات الأمم المتحدة بالتدخل لإطلاق سراح أبنائهم الذين يمرون بظروف صعبة بمكان احتجازهم، وأوضحوا بأن أبنائهم أخذوا مع ضباط من أبناء المحافظات الجنوبية إلى السعودية لغرض دورة تدريبية ضمن لواء القوات الخاصة في العام الماضي، وتم احتجازهم من قبل قوات السعودية منذ أشهر على خلفية اتهامهم بأنهم وراء تحريض الأفراد الذين رفضوا المشاركة في قتال الحوثيين في الحدود السعودية اليمنية. أتذكر وأنا طفل حين كنت أشاهد مشهد طفل جريح أو رجل ميت كان يقشعر بدني وربما لا أنا. كان هذا جزء من مقال كتبه بشير زندال عن الفارق بين الطفولة بين الحرب وأنقاضها وبين الطفولة العادية. ويبرز الكاتب ما يتعرض له أطفالنا اليوم، مضيفا في مقال نشر في بلقيس: في شهر يونيو عام 2015 عدت إلى اليمن في زيارة سريعة. كانت الحرب في بدايتها وفي أوجها. في الأيام الأولى لوصولي كنت أسمع صوت انفجارات فيبدو علي القلق، ويبادرني ابني بشار: هذا مضاد الطائرات. وبعدها نسمع صوتا آخر فيقول: هذا رشاش 12-7. وحين سمعنا انفجارا ضخما يقول لي: هذه عبوة ناسفة، يابا مش صاروخ. صار الأطفال في اليمن يميزون أصوات الأسلحة والصواريخ، وصارت طفولتهم ممزوجة بالقتل والعنف. قديما كنت أحرص ألا يشاهد أطفالي مشاهد عنف في الأفلام، صار الأطفال يشاهدونها على الطبيعة. أتذكر وأنا طفل حين كنت أرى مشهدا لطفل جريح أو لرجل ميت كان يقشعر بدني وربما لا أنام، ولكن الأطفال اليوم
يشاهدون القتلى والجرحى وضحايا الصواريخ وأشلاء البشر ويتعاملون معها بشكل طبيعي. حالياً ينشأ جيل يتعامل مع الموت كأمر يومي عادي، يتعامل مع الدماء كلون أحمر لا أكثر، ومع صور القتلى والأشلاء كصور معروضة كأنه يشاهد مقاطع اجتماعية من الحياة اليومية. كل هذا يصنع شروخاً عميقة في أرواحهم، شروخاً لا تبرأ بسهولة سترافقهم بقية حياتهم. قديماً كان أباؤنا يحدثوننا عن الأيام الصعبة التي عاشوها وكيف كانت الحياة اليومية منهكة جداً لعدم وجود أساسيات الحياة، وصرنا نحكي لأطفالنا عن الرفاهية التي عشناها وعن الماء الذي كان يأتي في الحنفية بشكل دائم والكهرباء العمومية في الأسلاك وعن الرواتب. يعيش أطفالنا ظروفاً صعبة جداً نفسية واجتماعية واقتصادية، تقزمت أحلامهم، صاروا يحلمون بشراء الأسلحة، يحلمون ببطولات الحرف الزائفة. أول معرض فني تشكيلي في تعز منذ نشوب الحرب فيها، وقال موقع المشاهد نت إن مكتب الثقافة بتعز نظم أول معرض للفنون التشكيلية في مدينة تعز جنوب غرب اليمن من بداية الحرب، وأقيم المعرض في جامعة تعز تحت شعار تعز نزف بألوان الحياة. وقال الموقع أن المعرض شمل أعمال العديد من طلاب قسم الفنون الجميلة بجامعة تعز وبعض نجوم الفن التشكيلي في المحافظة الصامدة. وقال مدير عام مكتب الثقافة عبد الخالق سيف أن افتتاح المعرض التشكيلي الأول في تعز خلال فترة الحرب والحصار يعد امتدادا لما يقدمه المكتب من أعمال تبرز ثقافة هذه المدينة وتواجه بها الانقلاب والتطرف. وأكد بأن المعرض سيقام سنويا بنفس التاريخ، مضيفا بأن تعز اليوم تمضي لاستعادة ملامحها الثقافية والإبداعية لتخبر الجميع أنها مدينة الفن والسلام. إلى العناوين الرئيسية في صحيفة أخبار اليوم، نبدأها من محافظة الضالع. أمن المحافظة يحذر من محاولات تهريب ضباط الحرس والتحالف يستدعي المحافظ مقبل. وعنوان أيضا محافظ تعز ينهي سباق الوكلاء على الجهات الإرادية بتوزيع المهام. وعنوان أيضا الرئيس هادي يجدد التمسك بمرجعيات السلام الذي يتطلع إليه اليمنيون. ومن العاصمة المؤقتة أيضا الشرطة تضبط متهمين بأعمال تقطع وحرابة وسط عدن. ومن أبين إصابة مواطنين برصاص جنود الحزام الأمني في زنجبار. يناير حين يتكرر اليوم كمسخرة أو كمسخرة هوجاء بأدوات ما قبل التاريخ والأبجدية السياسية، على ما نسمع ونشهد هذه الأيام من صراع على السلطة والنفوذ. يكتب منصور هائل مقاله في المصدر أونلاين عن يناير 86 كأنه البارحة، ويتخذ من رفيقه عضو اللجنة المركزية فاروق علي أحمد مدخلا لسرد أحداث توجع القلب وتدمي التاريخ الحديث، ويوثق بالمأساة من قبل ويوثق المأساة من كل وجوهها. ويضيف هائل: من أعطى الضوء الأخضر أو البرتقالي لنافورة الدم والعنف، ومن فتح سبيل وصولنا إلى مرحلة القتل الثلاثي الأبعاد والنوايا والألغام والأحزمة الناسفة والرصاص الكاتم للصوت والحلم والحرية وإلى حقبة التوشح بالسواد والإغماء تحت الرايات السوداء. كيف لنا ألا نسأل أنفسنا عن أحداث يناير التي كان فيها عدد القتلى أكثر من الجرحى، بل كان القتلى بالآلاف والجرحى بالعشرات والمئات في جلجلة غير مسبوقة في تاريخ الحروب. أريق فيها الدم الحرام لفاروق وغيره على أعتاب تجربة منكوبة. لكم يحتاج هذا الأمر من حفر وإلى حفر عميق لسبر استهداف المثقف بالأمس واليوم. استهداف المثقف فاروق الذي أدرك مبكراً أن طريق الخلاص يبدأ بالمعرفة من لحظة انغماسه بسنوات الجمر وحمله لفصيلة الدم وانتمائه المبكر للشبيبة الأولى واكتسابه القدرة على منازلة الفقر بالثقافة والتقاط جمر المعرفة وتحليه بالمعنى المتوقد للكرامة والرجولة التي لم تنكسر لا في السجن ولا في ساحة الإعدام. من يعيد اليوم الاستماع لتسجيلات المحاكمة
لا شك سوف يستوقفه تكرار اتهام فاروق بالتنظير، وتلك مصيبة نكراء. فمعظم مصابنا ومصائبنا ترجع إلى غياب التنظير والتفكير، وإلى فشلنا الثقافي بالدرجة الأولى، وإلى التعويل على اشتراكية بلا اشتراكيين أو بلا ثقافة اشتراكية. لم تدرك المحكمة ولم يكن بمقدورها أن تقفز فوق ظلها لتدرك بأن بلاوينا كلها تكمن في ضيق مساحة المعرفة في مخيخ من اعتقدوا أنهم النخبة والطليعة، وتعلم أن الجهل هو سبب جميع أشكال المعاناة في العالم. وعلى ذلك حق لنا أن نحدق طويلاً في أمر انكشافنا، ونفكر ملياً في العوامل والأسباب التي أجبرتنا على الاستقالة من التاريخ والسياسة، وعلى الخلط بين المستقبل والآخرة، والاتكاء على الانتماءات الأولية والتحتية، وتحويلنا شيئا فشيئا إلى شراذم بشرية ممنوعة من المستقبل. طالت الفوضى التي تعيشها مدينة عدن منذ قرابة عام وفق توصيف موقع عدن الغد، رفات جنود بريطانيين دفنوا في عدن قبل عشرات السنين بعد أن قام نافذون بنبش مقاربهم ومقابرهم وتحويلها إلى قطع أراضي. وناشد عدد من مواطني مديرية البريقة فخامة الأخ الرئيس بالتدخل فورا وإعطاء توجيهاته للجهات المعنية بإيقاف العبث في أراضي الدولة فيما بات يعرف باسم مخطط الشهداء ومخطط التعويضات، وإيقاف حرمة انتهاك المقابر وتدمير المعالم الأثرية في البريقة. وقال عدد من المواطنين إن سكان قرية كود قرو تمادوا في عبثهم بأراضي الدولة من خلال الحفريات التي يقومون بها منذ أن وضعت الحرب أوزارها في عام 2015 وحتى اللحظة. ويضيف الموقع أن هذه الحفريات تعرض الطريق في مدينة صلاح الدين للانهيار، مستغلين في ذلك انشغال الناس بمعاناتهم اليومية في ظل صمت السلطات المحلية في العاصمة عدن وفي مديرية البريقة على وجه الخصوص. وأضافوا أن العبث طال حرمات المقابر ودمر المعالم الأثرية في المنطقة. ويتابع الموقع ما يحدث اليوم في مقبرة الإنجليز من استقطاع للأراضي وبيعها، مثال واضح للعبث وعدم استشعار المسؤولية. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. البداية من مصادر يمنية مطلعة أكدت لصحيفة الشرق الأوسط عن وجود تحركات حثيثة للدبلوماسيين الغربيين في الأيام الأخيرة لدى قيادات ومسؤولية الشرعية اليمنية في سياق مساع لتحريك ملف مفاوضات السلام المتوقفة منذ أكثر من عام بين الحكومة والحوثيين. وقالت المصادر للشرق الأوسط إن هذه التحركات الغريبة لدى الشرعية اليمنية تأتي في سياق التهيئة لبدء المساعي الحميدة المرتقبة لمبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن مارتن غريفت، الذي يتوقع مباشرة عمله مطلع الشهر المقبل بعد أن ضمن موافقة مجلس الأمن الدولي على تعيينه في المنصب. عدد من الدبلوماسيين الغربيين والمسؤولين جددوا التأكيد على مساندة حكوماتهم للشرعية اليمنية للتوصل إلى سلام دائم ينهي انقلاب ميليشيات جماعة الحوثي. جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة أجراها كل من الرئيس هادي ورئيس حكومته أحمد عبيد بن دغر في العاصمة السعودية الرياض، مع كل من وزيرة التجارة الخارجية الهولندية والقائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى اليمن والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية. تعنون صحيفة العرب الجديد: نهب كيبلا تعز، عصابات منظمة تدمر خدمة الاتصالات بالمدينة المحاصرة. وتقول الصحيفة في التفاصيل: نائب مدير مؤسسة الاتصالات اللاسلكية واللاسلكية في محافظة تعز أحمد المعايين حذر من استمرار نهب كيبلات الاتصالات في المدينة خوفا من خروج خدمة الاتصالات والانترنت عن المدينة بشكل كلي، إذ توقفت الخدمة في أجزاء واسعة من المناطق الشرقية والجنوبية لتعز بعد نهب كيبلات اتصالات وانترنت 14 حيا فيها، بينما تضررت 21 كابينة اتصال. وفقا للتقرير، رصد أضرار النزاع المسلح على الخدمات العامة في تعز، والذي كشف عن خروج 36 ألف خط اتصالات وأنترنت عن الخدمة بشكل كامل جراء أعمال التخريب والنهب التي طالت كبائن وكيبلات الاتصالات الأنترنت. وتتابع الصحيفة
الموضوع بالقول: تتنوع الكيبلات المنهوبة بين كيبلات رئيسية يتراوح طولها بين 400 و6000 متر، وكيبلات فرعية يتراوح طولها بين 6213 إلى 19000 متر وفقا للتقرير ذاته. إيران في مجلس الأمن تحت هذا العنوان، كتب صادق ناشر مقاله المنشور في الخليج: التحركات الجديدة التي تقوم بها عدة دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي حول اليمن، خاصة ما يتصل بمد إيران للحوثيين بالسلاح منذ سنوات، دليل على أن الوضع بات حرجا وأن الوقت قد حان ليتحرك مجلس الأمن للجم هذا التصاعد الخطير في اليمن جراء استمرار الدعم الإيراني للجماعات المتمردة، لأنه يمنح الصراع مدى أطول عوضا عن إنهائه. وزارة الخارجية البريطانية انضمت إلى الولايات المتحدة في نقدها للدور الإيراني في اليمن، وقدمت مشروع قرار إلى المجلس لإدانة السلوك الإيراني حيال تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، عبر تقديم الدعم لجماعة الحوثيين بالسلاح والمال والتحرك الدبلوماسي الذي يمنح الجماعة المتمردة حرية أكبر في الحركة، كان آخرها اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الإيراني في طهران بالناطق الرسمي للجماعة، الذي أدلى من هناك بتصريحات أكد من خلالها أن الجماعة ما تزال عند موقفها الرافض لتقديم أي تنازلات من شأنها المساعدة على إنهاء الصراع الدامي. تحرك وزارة الخارجية البريطانية في مجلس الأمن جاء بعد أيام على تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بشأن اليمن، الذي تعرض لمجبل النشاطات الإيرانية في اليمن منذ سنوات، خاصة ما يتعلق بتهريب الصواريخ إلى جماعة الحوثي ومختلف الأسلحة الأخرى التي تشكل تهديداً جدياً للاستقرار في البلاد، حيث أكدت الوزارة أن بريطانيا قلقة بشأن دخول صواريخ إيرانية إلى اليمن بعد فرض حظر الأسلحة، وأن ذلك يؤكد المخاوف الدولية بشأن نشاط إيران المزعزع للاستقرار في اليمن وفي المنطقة عموماً. جولتنا في الصحافة الدولية نبدأها من الصحافة الفرنسية، حيث عنونت صحيفة لورانت لجور الفرنسية: صواريخ الحوثيين مشروع قرار حول اتخاذ إجراءات ضد طهران. وقالت الصحيفة في ترجمة خاصة بقناة بلقيس إن مجلس الأمن الدولي ناقش مشروع قرار يرمي إلى إدانة إيران لانتهاكها الحظر المفروض على الأسلحة في اليمن والمطالبة باتخاذ إجراءات ضد طهران. وتضيف الصحيفة: يأتي هذا النص الذي وضعته المملكة المتحدة بعد نشر تقرير أعده خبراء الأمم المتحدة، الذين حددوا أن الصواريخ التي أطلقها المتمردون الحوثيون اليمنيون في العام الماضي على السعودية كانت من صنع إيراني. ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار بنهاية فبراير، بيد أن موقف روسيا غير واضح في هذه المرحلة. ويدين مشروع القرار إيران لانتهاكها الحظر المفروض على الأسلحة في اليمن عام 2015 بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسليم أو بيع أو نقل بشكل مباشر أو غير مباشر الصواريخ البالستية قصيرة المدى والطائرات بدون طيار والمعدات العسكرية الأخرى للحوثيين. امرأة مصرية تقرر الخلع بعد 40 يوما فقط من الزفاف، والسبب كما تقول صحيفة البيان. كما ذكرت الزوجة في دعوتها أنها تبلغ من العمر 30 عاما، وتزوجت من زوجها الذي يكبرها بعامين، وذلك منذ 40 يوما فقط، إلا أنها اكتشفت أنه رجل بخيل جدا. وأضافت أنها تزوجت بعد تفاصيل زواج تقليدية، وفترة خطوبة استمرت شهرين فقط، ومن أول يوم زواج قال لي: أنا لا أحب الخروج للتنزه ولا الفسح، الخروج يكلفنا مصاريف، وهذا تبذير، مشيرة إلى أنه ميسور الحال ماديا. وأوضحت الزوجة أن زوجها بخيل جدا حتى في الكلام، فعندما تطلب منه التحدث معها يكون رده كثرة الكلام بجوع، وبالتالي نحتاج نأكل وجبة زيادة. وتابعت الزوجة أنها توسلت لزوجها بعد 40 يوما من الزواج أن يخرجها بسبب
مللها من البقاء في المنزل، وقالت إنها طلبت منه أن يشتري أو طلبت منه أن يشتري لي ساندويتش شاورما، فرفض وقال لي إحنا خارجين نشرب عصير فقط. وأشارت الزوجة إلى أن زوجها اتهمها أنها تستغله بطلب ساندويتش وعصير في يوم واحد، وظل يؤنبها أثناء وجودهما في السيارة قائلا إنه قد أخطأ لأنه أخرجها، كما أقسم عليها أن لا تنزل من السيارة وتعود المنزل إلا بسيارة أجرة أخرى. وشم يتسبب بسجن رجلين في البرازيل، كما عنونت صحيفة القدس العربي والتي قالت بأنه صدر حكمان بالسجن لمدة 47 شهرا بحق رجلين برازيليين بسبب قيامهما بكتابة عبارة أنا لص وأحمق بالوشم على جبهة الشخص اشتبها في أنه كان يحاول سرقة دراجة. الرجلان شاهدا المشتبه به وهو يزحزح دراجة هوائية في نزل يقيمان به بالقرب من ساو باولو في يونيو 2017. واعتقد الرجلان أن الرجل يحاول سرقة دراجة واحتجزوه، وكتب أحدهما وهو فنان متخصص بدق الوشم تلك العبارة على جبهته بينما كان يقيده الشخص الآخر. كما أجبر الرجلان الشخص المشتبه به على الظهور في مقطع فيديو وإرغامه أن يقول أنه معجب بهذا الوشم، بينما قال الرجل بعد ذلك أنه لم يكن يعتزم سرقة الدراجة. من الديلي تيليغراف وعدسات مصوريها في كل أنحاء العالم مجموعة من الأحداث اختصرتها كاميراتها بصور توصل لمشاهديها ما الذي حدث بالضبط وبأي مكان وزمان. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.